اهلا بيكو. الفيديو بتاعنا النهاردة عن فنانين ليهم اقارب في الوسط الفني كملوا المسيرة الفنية لقرايبهم الفنانين. في بعضهم نعرفهم وفي بعضهم اول مرة نعرف انهم يقربوا لبعض. ونبدأ باول فنانة معانا، الفنانة اروى جودة، خالتها الفنانة صفاء ابو السعود، المطربة أنغام، عمتها الفنانة حنان سليمان، حمدي المرغني، خاله الفنان سليمان عيد، عمر متولي، يبقى خاله الفنان النجم الكبير عادل إمام، غادة عادل، تبقى خالتها النجمة الفنانة المعتزلة شمس البارودي، كمان الفنانة ريم البارودي، تبقى عمتها الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أميرة هاني، خالتها النجمة الفنانة نبيلة عبيد، داليا مصطفى، عمتها الفنانة ناهد رشدي، ناهد السباعي، خالتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كمان أحمد جمال سعيد، تبقى خالته الفنانة رانيا فريد شوقي. لو عجبك الفيديو بتاعنا فدعمنا باللايك والشير والكومنت، ونشوفكوا قريب في فيديو جديد. وسلام.